السلام عليكم وصحة فطوركم، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير ومنقصكم خير كما العاده. والله لا يقطع علينا عادات، وحشتكم بزاف بزاف. اللي اول مره يشوف لاشان تاعنا ما ينساش يدير لي اشتراك لايك وخلي لي تعليق شباب كيما نتوما. وحبيت نشكر كامل اللي دخلوا عندي جدد وقدم، نقول لهم مرحبا بكم الدار داركم بيان سور. وجميله اختكم، حبيت نشكركم على تعليقاتكم، نشكركم على لايكاتكم، نشكركم على السيبورت تاعكم. ربي يخليكم ليا ان شاء الله. وحبيت نشكر كل وحده جربت الحريره وقالت لي جميله، راهي جاتني شابه والله يعطيك الصحه. يس ثانك يو سو ماج، ربي يخليكم ليا ان شاء الله. وسمحوا لي سمحوا لي اللي مانيش نواجب على التعليقات تاعكم، وكان ندير لكم غير هذاك القلايب. بصح والله هذاك القلايب خارج من قلبي، راكم عارفيني شحال نبغيكم، شحال نموت عليكم، وشحال نتوما عزاز عليا. وحاجه واخده اخرى، اللي تدخل جديده ما تزيدوش تقولوا لي متتبعه، قولوا لي اختك ولا صديقتك. انا باسكو المتتبعات نحسكم بعاد عليا، وانا تالما نبغيكم نحوسكم تكونوا خياتي عند ربي، راكم قارعين عليا الثقه. اليوم نهار جديد وضيف جديد، وراني رايحه نوجد معاكم الفطور، وغادي ندير الحريره اللي ديجا تقاسمتها معاكم، وغادي ندير القرناع معمر بالجلبانه، وهو الطبق المفضل تاعي. انا نموت على حاجه اسمها قرناع وجلبان. ساعه اليوم درت واحد الغلطه كبيره مع الضيف تاعي، ان شاء الله بربي يسمح لي، وان شاء الله بربي انا يا ما قصدتش هذيك الغلطه. وراكم عارفين اليوم قصتي قصه ترقو اللي تقبضوا تهردوا، زعماك الله يحسن العون. بون هنا في الفيونداشي تاعي غادي نطيبوا ونحكي لكم اش تصرالي. الفيونداشي تاعي درت المعدنوس، درت شويه هريسه، اللي ما درتوش هريسه ديروا شويه حرور، ودرت الثوم. انا ما نديرش البصل سورتو رابي، البصل نحسه يعطي ان اغيغو ماشي كاع بنين. ودرت لا شابلور، لا شابلور الدور تاعها باش تخلي لنا اللحم تاعنا طري. وزيد انايا ما نديرش بزاف لي زيبيس في لا فيونداشي تاعي، ندير شويه ملح وشويه حرور وشويه كمون. درت حبه بيض ودرت شويه زيت زيتون. سورتو لا فيونداشي تاعكم كانت مزيته بزاف، غير ما كان لها ديروا زيت زيتون. انا لا فيونداشي تاعي 80% تاع اللحم و 20% تاع فات، زعما ما كان ماشي ما فيهاش الاخر. عجنوا 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 اللي كاع لي زانغريديون يدخلوا في بعضهم. نروحوا للكيكوطه، وكيكوطي هنا ماشي مسخه ولا ماشي مسخه، غير ظل راه مواسي فيها، راه على بيها. وهذا الكيكوطه جايبتها من الجزائر، عدي في 12 عام، تحيه منتوج بلادي. نموت على منتوج بلادي. ندير شويه تاع دهان، انا طواجين تاعي كاع نخدمهم بالدهان، ما نبغيش نخدمهم بالزيت، جو سي با علاه الدهان يعطي ان غو بلو بون على الزيت، سورتو لي صوص بلونش. درت شويه دهان ودرت حبه بصل مطحونه، شغل مرابيه، باسكو البصل كي يكون مرابي في الطاجين هو اللي يخلي الطاجين تاعنا يجي ثقيل، وانا نكره حاجه مرجه، الطاجين فيه بزاف المرقه. وكما يعرفوا جميله تموت على الرند، الوغ درت شويه رند. وغادي ندير الجلبانه، هنايا الجلبانه تاعنا نزيد سناتوم، سناتوم هنايا غير كيما راني نزيدها في الطواجين تاعي، سينون بكري ما كنتش نديرها. الجلبان عندي كونجولي، هنايا ينباع غير الجلبان كونجولي، كان الجلبان الاخر ياه بصح تاع شناوه يتكل به بقشرته ويجي خاوي كاع من الداخل، جيك وتشرو قنطار وغادي ما يعمرش. انا نشري 5 كيلو من كوسكو نديرها في الكونجيلاتور، ناكل منها رحمه ربي يجي حلو كي السكر كيفكم نتوما. هنايا هنا ندير حبه نص حبه طوماطيس، غير نبيكيها هكا ونقيسها، ما نبغيش نرابيها وكاع، باسكو علاش مانيش نحوس المرقه تاعي تجيني حمراء، نحوس المرقه تاعي تجيني صفراء. عود قرفه اوبليجي نديرو عود قرفه، وندير شويه سلك الجبير، شويه كركم، والكركم از سو هيلثي، الكركم بزاف ولا اسمه مليح للعظام تاعنا، اللي عندها امها فيها لاكتوز وكاع قولها ماذا بيك تزيدي الكركم فوق الماكله. شويه سلك الجبير، شويه حرور، شويه ملح. كيما العاده بغيتو تزيدو الجومبو زيدو الجومبو، ما بغيتوش تزيدو الجومبو ما تزيدوش الجومبو، باسكو راه عندنا الاخر. اللحم ديروا عال والملح ديروا عينكم هي ميزانكم. المهم نروح نحكي لكم على الضيف، رانا رايحين نطيبو نحكي لكم على الضيف مسكين. هذا الضيف راه كل عام يجي ياكل عندي، كل عام يجي ياكل عندي. ارسلت حكيم قلت له حكيم روح جيب لي روح مانيش طايقه نصنع التحليه. شوفوا هنايا الخرشف عندنا بزاف غالي، الخرشف حبه دير 2 دولار،
ايه وكيت تنقيها تجي قخه وهي ما تجي شابه. شان درت عند العربي لقيت الخرشف كونجولي ران ايه الكروم ايه القرناع واش الخرشف واش من الخرشف قلبي راه في الخرشف هنا ما عندناش الخرشف. جبت القرنع كونجولي وبديت نعمر فيه الوغ راكو نديره وجاي هبه ليا البنات جامت امنوش عقلكم. انا قلت الحاكم مانيش حاكم ما عنديش الوقت باش نصنع باسكو ولادي دخلوا يقراو خلاص ووديهم ليكول وجيبيهم والله الا راني سيغ شارج على بالكم. من الحمد لله يا ربي ربي يطرح بركته في رمضان راني غير نزيد نسمن سبحانك يا الهي الناس سرقاك وتسمع لط وانا راني نزيد غير نتهنتر. قلت الحاكم قلت له يا حكيم روح جيب الراجل باسكو حنايا من ما كاش الباركينغ في الاخر من جوايه هنا هما يقارو في واحد البلاصه بعيده ويركبوا في روطوط حكيم وحكيم يجيبهم هنايا هنايا مورا اللي غلى الاخر تقلات المرقه بيان زدت تقلات الطاجين بيان زدت الماء ومرقت ودروك نولي نزيد في الاخرين تاوعي غير لي بروميتون بعديها راح نقلبهم في الطاجين باش ما يتحرحروليش باش ما يخسروليش الاخرين دي يقعدوا دي بياس دي بياس. المهم قلت له روح شري الخبز وشري الاخر وانا عندي حاكم يتوحم كاع ما نبغيش نرسله في رمضان يولي يغير في دير في دير في دير في بون اياد راح رفد شرى لا تارت وشرى الاخر عندكم هنا زيت السكر ان شاء الله ربي يحل ايامكم كيما نتوما حلوين يا ربي. زيت السكر يعطي هذاك السكر يعطي واحد البنه في الجلبان ما تامنوش عقلكم وهذوك لي بول لا فيونداش اللي بقالي درتهم كوم دي بول هكا ودرتهم من الفوق. المهم راح شرا وكاع وطلعوا للدار كي طلعوا للدار شغل رفدو كاع في رحبه باسكو شرا بزاف صوالح كيما نقول لكم انا حكيم يتوحم مش عارفه الاخر حكيم الزوج العزيز ربي يطوله في عمره ويخليه ليا ان شاء الله. الوغ شاهو طلعوا الصوالح كي طلعوا الصوالح انا قعدت نخرج في الصوالح هكا صحه شفت لها تاخت الخبز جيب صوالح وشفت في وسط الصوالح شفت قابسه تاع كاطو. انا كي شفت هذيك القابسه تاع كاطو جاني الجن عليها قلت له حكيم جبت لي هذا الكاطو مسود سعده هذا كاع مشي كاطو هذا كاع من الاخر نهار انت ترفد لي في الصوالح وقعد نشكي فيه على عليه نقول له اخويا نقول له كل ما نرسله يروح يجيب لي غير نيمبورت كو ويجي يجري. حكيم عند كل ماعين وحوجي انا ما بغاش كاع يكملوا ذا الماعين لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الوغ قال لي حكيم قاعد يخسر فيا هكا وزعمك السكت يقول لي بلعي فمك في قلبي ايام بعد خسر فيا الشيء وش قال لي قال لي بلي انا يا قال لي هذاك الكاطو انا جبته كنت شقت الارض وكنت دخلت فيها واحد الحشمه غضبتني ما تامنوش عقلكم. قلت لها يا وعلى تشقي في روحك ولا وغير هو يبغي يرفد بزاف ويا ودي شوف على بالكم عاود حطيت لهم الماكله ودخلت للشومبرا رقدت ما عاودش كاع لقيت الراجل حتى اللي عاود شاور المسكين. المهم كوم لا روتين درت الاخر الفيونداشي البوراك تاع الفيونداشي ماي سيدوان صاي لحتها من المنيو وهذه هي الطابله تاعنا والحمد لله بك يا ربي. والله ما كليت حاجه كلشي قعد ماشي هما خرجوا تلمون الحمان راه 40 دوغري تاع القهوه عرفتكم شنو هاد لي ماكارون موت على لي ماكارون فرنش ماكارون ايوا هذا جابها الراجل وبون ها هي لا تابلت تاعي الشريه تاعي
جات تهبل. شوفوا البنات كي جات هاد لاطارت جابها حكي شوكولا. انا جو سوي با ترو شوكولا نتاعي الله الله. حتى المره الجايه نوريكم نتاعي تاع السيارات كيفاش يديروا قهوه كحله. شوفوا 1 2 3 كو هيا. ما حطيت غير هاد التفناجيل رام غير زوج ماشي بزاف. ها بلو بيري نخوي هذه هي الاخر تاعنا عندكم الطابله. اما قالوا تعطونا ندو ماكلتنا معانا ما داروش كاع بالطاجين والله ما داروا به. غادي ندير لهم كاع حقهم وندير لهم الحلو. قال لي مسكين عطيني الفلفله فلفله 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 اختي فلفله. قلت له صح اخويا ما كاش مشكل. حمود بوعلان اللي كاع جزائريين يتمنوا إيه تكون عندهم في طابلتهم بصح با الاخرى كاع الاخر منها. هذه هي خياتي عيت. شوفوا هيت او ماي جودنس على هربي على مازال مازال كوشينيه تاع. شوف عيسى البنات عيت هاد الكوشينيه تاعي كي جات شاب جات تهبل. هذه هي وريتكم كوش شكون باغي. شوفوا هادو لي بواط شحال ملاح ندير لهم طاجين ندير لهم شحال من حاجه. في شريتني شاريه كاطو الزينه باقي هذه بالك ندير لها فيها البركات وخلاص. هاتي البركات هذه ما كلاهمش راح نديرهم له وخلاص. قال لك مرتي تاكل هذه اسبانيوليه نظن. ها شفتوا اي سون ترو براتيك. راح ندير لها واحده فيها الحلو وخلاص. او ماي جودنس سلطه ملاح ندير لها شويه حلو مسكين. خلين ظهري يشوفونيش هذا شفني تكون حلو شحال جا الشباب جا ثقيل هاي بزاف خليت بياتي ورحت رقدت ما طقتش. عييت 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 نغسل دروك رقدت شويه ريحت بيان دروك نوضي العمل ما تنوش كاع. هادو غادي نفوتوكم ها الطاجين الحلو ما داروش الطاجين هذا دا حقه وقعد الغدوه ان شاء الله عندكم والله حرام. هيا غدوه ان شاء الله السحور تاع حكيم حريرة. أنا تاني حريرة حريرة ياكلو أما ختي ياكلو حريرة. جربوها البنات إلى العمل إلى العمل. see you later 1 2 3 go. قصش 10 ساعة معي ساعة معي ساعة معي الحمد لله. هذيك المرة غير عندك راجل جديد.